واحنا بنتكلم عن ورش العمل اللي تمت واللي شارك فيها عدد كبير جدا من الشباب، كانت التنسيقيه ليها بصمه واضحه في المشاركه في ورش العمل اللي تمت على مدار اليومين. معانا دكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين عشان يكلمنا عن الافكار اللي تم طرحها خلال اليومين اللي فاتوا في ورش العمل في مختلف الورش بمختلف عناوينها. يا دكتور صباح الخير. صباح الخير، منورنا يا فندم. ربنا يخليك. عايز اتكلم معاك عن مشاركه التنسيقيه في الورش العمل، طبيعة المشاركة، طبيعة الأفكار اللي تم طرحها كمان في هذه الورش. في الحقيقة إنه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت حريصة من اليوم الأول للمنتدى وحتى من ساعة الوصول لشرم الشيخ إنه يكون ليها مشاركة متميزة في المنتدى زي كل نسخة. والحقيقة النسخة الرابعة دي ليها طابع خاص بالنسبة لنا جميعا كشباب مصري وكتنسيقية على وجه الخصوص، لأنها بتعود بعد يعني توقف لمدة عام طبعا من جراء جائحة كورونا. والحقيقة انه هذا الامر الحقيقة كان امر مؤرق جدا لنا، لكن العودة بالنسبة لنا كشباب مصري بتمثل تحدي جديد يعني بتواجهه الدولة المصرية بكل نجاح ومثابرة. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدأت في تدريب المشاركين في ورش العمل من اليوم الأول منذ الوصول على كافة الأصعدة، بدأت بدراسة الموضوعات بشكل محترم جدا وإعداد أوراق عمل وإعداد توصيات لهذه الورش. والحقيقة كان الجانب الأكبر أراد المشاركة في تقريبا معظم الورش. تطرقنا لمجموعة كبيرة جدا من الورش بتتحدث عن المبادرة القومية الكبيرة، مبادرة القرن، مبادرة حياة كريمة، المبادرة الرئاسية الأكبر في تاريخ الدولة المصرية. شاركنا في ورشة بتتحدث عن التحول الرقمي والمنصات الإلكترونية، شاركنا في ورش عمل خاصة بريادة الأعمال وتنمية رؤية الشباب نحو ريادة الأعمال وتغيير الواقع الاستثماري في العالم، التعليم ويعني ميسرات التعافي وطرق التعافي، ودي قضية مهمة جدا جدا. أتصور أنه هذه النسخة الحقيقة بتتطرق لكافة الموضوعات يعني التي يتعرض لها الكون ما بعد الجائحة، وده أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. طيب اللي حضرتك كلمت عنه ده كويس جدا، بس عناوين ده احنا لسه هنغوص بقى في تفاصيل كل صحيح. جلسة وكل ورشة. انتوا في تنسيقية طلبتوا بعمل منصة لإبداء الآراء في مسألة التغيرات المناخية، طبيعة مشاركة التنسيقية كانت عاملة ازاي في هذه الورشة؟ خليني أقول لك إنه هدف التنسيقية في الأساس هو أن تكون منصة حوارية لكل الشباب المصري، ما بالك إنه هذه المنصة تحولت إلى ضلع أساسي ورئيسي للمشاركة في منصة دولية للحوار ما بين شباب مصر وشباب العالم كله بمختلف أطيافه. إحنا بيشارك عندنا في المنتدى السنة دي تقريبا ممثلين عن 196 دولة، ده أول مرة يحدث في تاريخ العالم أن يجتمع ممثلي أكثر من 196 دولة في أرض واحدة في قاعة واحدة يتحاوروا في قضاياهم ويتناقشوا في موضوعات مهمة جدا. التنسيقية بدورها لما بتحب تشارك في ورشة عمل الحقيقة بتقوم بأداء يعني يعتمد على الفكر العلمي والدراسات وما إلى ذلك. والحقيقة أن مشاركة التنسيقية في ورشة العمل الخاصة بالمنصات الرقمية ومنصات إبداء الرأي كان ليه طابع مميز، لأنه ده دور التنسيقية بالأساس. وعلشان كده التنسيقية في أحد هذه التوصيات أثارت تأسيس منصة دولية للحوار، كذلك في ورشة التحول الرقمي والرقمنة أثارت أنه لابد أن يكون هناك منصة رقمية لمكافحة التجسس ومكافحة التنصت على الحسابات الإلكترونية وما إلى ذلك. ودي طبعا العالم كله بيشهد هجمات غير مسبوقة الحقيقة على المعلومات. صحيح، على جانب المعلومات، كذلك الجانب الخاص بالذكاء الاصطناعي ورؤية العالم نحو استخدام التكنولوجيا. احنا السنة دي بنشوف في المنتدى لأول مرة بنشوف روبوتس صناعة مصرية 100% هو اللي بيقوم بتقديم كل الخدمات الصحية من كمامات وكحول وتعقيم للقاعات وتعقيم للأفراد. ده أمر الحقيقة يشعرني أنا كشاب مصري بقمة الفخر أن أنا موجود في بلدي ومبسوط أن بلدي بتنظر إلى المستقبل الحقيقة بكل تأكيد. طيب نروح لعنوان تاني، وإحنا بنتكلم عن التعليم فيما بعد كورونا، حضرتك عضو هيئة التدريس فأكيد عندك خبرة
شايف ازاي اهميه مناقشه هذا الملف في ظل هذا الحضور الدولي عندنا في مصر وعرض التجربه المصريه والاستفاده كمان من التجارب الاجنبيه؟ الحقيقه انه ملف التعليم ده من الملفات يعني المهمه جدا جدا جدا، سواء كان قبل كورونا او ما بعد كورونا. واحنا في مصر الحقيقه عندنا يعني تجربه جديده نوعا ما على الشارع المصري. احنا كمصريين ثقافتنا شويه في التعليم لم تكن بهذا المنظور، لكن الدوله المصريه الحقيقه اخذت على عاتقها تغيير ثقافه او مفهوم التعليم في مصر. والحقيقه انه ما بعد كورونا العالم كله تاثر بمسببات غياب كثيرة جدا للطلاب، أزمات كثيرة جدا لأولياء الأمور، مش عارفين يعملوا إيه، يحلوا المشكلة إزاي، إدارات المدارس والوزارات مش عارفة تحل المشكلة إزاي مع انتشار الفيروس بشكل كبير جدا جدا. والحقيقة إنه دي كانت معضلة قوية جدا، لكن الدولة المصرية بعزيمتها وإصرارها زي ما قدرت تعمل ده وتنظمه في نطاقات السياحة وما إلى ذلك، شفنا نجاحات مبهرة في الفترة الماضية على مستوى الاحتفالات السياحية والاكتشافات الأثرية. الحقيقة كمان قدرت الدولة المصرية في ملف التعليم أن تعمل بحزم على أنه تجعل كل التلاميذ يتوجهوا المدارس بشكل يسير، أنه تيسر عملية الحصول على المعلومة، تيسر للطالب، وأصبح معدل أو مفهوم التعليم بالنسبة لنا هو معدل أو مفهوم بالفهم وليس بالتلقين والحفظ. تصور ان دي التعلم وليس التعليم، صحيح. دي معضله كبيره جدا جدا بتقابل يعني العالم كله، لكن الدوله المصريه لها تجربه رائده انها بتحاول تغيير فكر الطالب من الصغر الى الكبر، واتصور ان شاء الله انه يعني كل تجربه بتاخد منحنى صاعد علشان تنجح وتتطور، واحنا يعني انا متفائل جدا جدا بالمشروع الخاص بالتعليم في مصر ان شاء الله. بكل تاكيد، وكنت يمكن لسه في المقدمه كنت بتكلم عن التعليم ما بعد جائحه كورونا، وكنت بتكلم عن التجارب العالميه، وكنت بتكلم عن عدد الدارسين اللي المدارس اغلقت طبعا في بدايه ازمه فيروس كورونا، وصلنا المليار ونص، المليار دارس، يعني حوالي 90% من الدارسين في العالم كانوا قاعدين في البيت، كانوا بيتعلموا عن بعد. نظام التعليم ما بعد كورونا اتغير، بدا ياخد مراحل. في الاول بدا بالتعليم عن بعد اللي هو اونلاين، من خلال طبعا المدارس كلها قفلت، طبيعي الناس كلها كانت خايفه في البدايه. بعد شويه بقى في تعليم هجين، بدانا نطمن شويه مع اجراءات، مع لقاح، بقى في تعليم هجين. بعد شويه بقى في تعليم الكتروني داخل المدارس، ولكنه تعليم الكتروني بقى زمن الورقيات بينتهي. صحيح. فاحنا الحمد لله برضو من الدول اللي بدات تخطو خطوات مهمه جدا في هذا الاتجاه. ده حقيقي. خليني اقول لك انه البنيه المعلوماتيه للدوله المصريه خلت انه التحدي الخاص بالتعليم وممارسه التعليم عن بعد او بشكل الكتروني ده مش مقلق بالنسبه للدوله المصريه. استخدام التابلت والانترنت بالالياف الضوئيه وما الى ذلك في كل القرى المصريه ده امر في الحقيقه يعني رائع جدا جدا، انه وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني بتاخد على عاتقها تنفيذ هذا الامر، طبعا بالتواصل مع وزاره الاتصالات وكل الوزارات المعنيه. والحقيقه انه ده بيدل على انه الدوله المصريه فكرها تغير من حاله الروتين المتجمد الى حاله يعني التفتح و يعني الانفتاح على العالم الخارجي ومواكبه كافه التطورات التكنولوجيه خاصه في ملف التعليم، لانه هو ده المستقبل. طيب تمام، نروح بقى للقضية المهمة جدا والملف اللي العالم كله بيتكلم عننا فيه، وهي حياة كريمة. صحيح. حياة كريمة لما تم اعتمادها من الأمم المتحدة كمنصة للشراكات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة ل 2030، تم اختيارها على مجموعة من الأسس، لأن احنا فعلا عندنا بنتابع أهداف التنمية المستدامة اللي وضعتها الأمم المتحدة، وحياة كريمة تقريبا بتنفذ 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة، وعشان كده تم اعتمادها. إزاي تم عرض التجربة المصرية في حياة كريمة؟ إزاي ممكن دول شباب من دول يكون حاضر في منتدى شباب العالم ويستفيد من هذه التجربة وهذه الخبرة؟ خلينا أقول لك أنه هذا الأمر الحقيقة يعني بث فينا الروح من جديد. حياة كريمة هو مشروع قومي، أنا بقول أنه من وجهة نظري هو الأضخم في العالم، الأضخم في هذا القرن، الأضخم في تاريخ الدولة المصرية. حياة كريمة ده مشروع بيتكون من مجموعة كبيرة جدا من المحاور، بيغطي أكثر من 3400 قرية على مستوى الريف المصري في مراحله الثلاث. الحقيقة معمول بدراسة متأنية جدا على طراز فريد جدا. الحقيقة أنه الإرادة المصرية وإرادة الرئيس السيسي في تغيير الواقع الذي يعيشه المواطنين في الريف المصري هو ده كان الحافز
لبث هذه المبادرة في روح المواطنين من جديد، زيها بالضبط زي قناة السويس الجديدة. قناة السويس الجديدة أثرت الروح المعنوية ورفعت الحالة النفسية للمصريين، كذلك حياة كريمة. الناس بقت في مصر في الريف المصري، وأنا أحد قاطني الريف، أشعر بالفخر حينما يعني أجد أنه بيتم بناء مدارس، ويتم عمل كافة مستلزمات البنى التحتية، ويتم بناء مجمعات للمصالح الحكومية في ريف مصر، يعني المنهج بقاله عقود كثيرة جدا. نظرة الرئيس للريف المصري تغيرت بمفهوم جديد لحياة كريمة، ده داخليا، إنما خارجيا بيقول للعالم كله أن الدولة المصرية بتحقق أهداف التنمية المستدامة في تطوير الريف المصري داخل جمهورية مصر العربية. أهداف التنمية المستدامة زي ما دايما كنا بنحافظ على حقوق الإنسان في كافة المنصات وكافة المحافل، الحقيقة إنه الدولة المصرية يعني هقول من بعد 30 يونيو وهي يعني تقاوم وجود الإنسانية نيابة عن العالم كله، بتحافظ على الإرث الثقافي والإنساني الموجود في العالم كله، خاصة ما بعد كورونا بهذه المبادرة الرائعة. مبادرة تقريبا بيتشارك فيها معظم مؤسسات الدولة، بيتشارك فيها معظم وزارات الدولة، بتشارك فيها كافة المسؤولين على قدم وساق. معدلات الإنجاز الحقيقة غير مسبوقة، وده أمر أصبح عادي بالنسبة لنا. ان انا النهارده ماشي في القاهره بعد اسبوع بشوف تغير جديد في القاهره، بشوف تغير جديد في شكل كوبري، في شكل طريق، صحيح، في شكل طريق، في شكل معلم اثري، في شكل معلم سياحي، في شكل متحف تم تجديده وترميمه، في شكل نفق بيسهل حركه المواطنين، في شكل طريق جديد، في شكل مترو جديد، في شكل قطار كهربائي. الحقيقه حجم هائل من الانجازات. يجب ان نتكلم عن اللي حصل في القاهره بس. انا بتكلم عن اللي حصل في القاهره بالموازاه مع الذي يحدث في الريف المصري من حياه كريمه. الحقيقه انه هذه المبادره وهذه الفكره الرائده لما تم تسليط الضوء عليها في منتدى شباب العالم كانت فكره اكثر من رائعه. القائمين عليها معظمهم من الشباب المصري المتطوع اللي بيحب بلده بجد ومش منتظر اي حاجه. والحقيقه انه يعني حينما توجد الاراده يوجد الطريق. إذا الرئيس السيسي لديه الإرادة والقيادة السياسية لديها الإرادة، بتوجد الفكرة ويوجد الطريق لتنفيذ هذه الفكرة، وده أمر الحقيقة برضو بيجعلني كمصري أشعر بقمة الفخر. بكل تأكيد احنا عندنا تجربة مهمة جدا في مواجهة الهجرة غير الشرعية، صحيح، ودي برضو ورشة من ورش العمل بنتكلم عن التجربة المصرية في مواجهة هذه الظاهرة. شايف أهمية عرض حاجة زي دي إزاي؟ الحقيقة إنه العالم كله ما بعد كورونا بيعاني من هذه الأزمة، واحنا كنا قبل كورونا يعني بنتطرق لهذه الأزمة بس يعني على حد بسيط جدا جدا من التفكير، وكان معدلات الإنجاح لأي فكرة بتقاوم هذه الفكرة كانت بسيطة جدا. لكن ما بعد كورونا وما بعد وجود السيد الرئيس وما بعد 30 يونيو، تفكير الدولة المصرية أصبح في تدبير فرص توظيف للشباب المصري وترغبهم في الدولة المصرية وتوطين مواردهم داخل الدولة المصرية بدلا من اللجوء إلى الهجرة. والدولة المصرية الحقيقة أدت أدوار رائعة، يعني سواء كان في كل البؤر التي يعني كان يتردد عليها الشباب علشان يقدروا يعني يهاجروا من بلدهم إلى بلد أخرى، يعني طمعا في الحصول على مال أو رزق أو عمل أو ما إلى ذلك. الحقيقة أن هذه الفكرة تغيرت بمفاهيم الدولة المصرية الجديدة نحو افتتاح مشروعات جديدة. احنا شايفين العاصمة الإدارية دلوقتي كم شاب مصري بيشتغل فيها، صحيح. شايفين كل المشروعات اللي على فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، صحيح، اللي على المواني كم شاب بيشتغل فيها، محاور التنمية الجديدة اللي تم إنشائها، الزراعات واستصلاح الأراضي 1.5 مليون فدان، وهناك تسهيلات غير مسبوقة لحال الشباب المصري من سواء الحصول على قروض لبدء أفكارهم في ريادة الأعمال أو توفير مجموعات من الأراضي ليهم أو حتى استصلاح بعضها أو الحقيقة في مجمعات المصانع سواء كان في المدن الصناعية الجديدة أو في الإنشاءات زي ما شفنا في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة. طيب دكتور، أخيرا كسياسي شاب، شايف إيه أبرز الرسائل السياسية اللي بيبعث بيها المنتدى إلى العالم كله في الخارج؟ الحقيقة إنه منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بعد ما استطاع أن يحقق
نجاح كبير جدا جدا في المجلس الأممي لحقوق الإنسان، خاصة في حقوق الإنسان بالنسبة للشباب. أتصور في دورته 41 بتمرير القرار أنه يصبح منتدى شباب العالم منصة سياسية حوارية بتصيغ أجندات الدول نحو سياسات الشباب. أتصور أنه ده في حد ذاته ده انتصار كبير جدا جدا للدبلوماسية المصرية. والحقيقة أنه ملف الشباب في مصر، وأنا بصفتي أحد هؤلاء الشباب، يعني أشعر بتغير فوق المعتاد الحقيقة نحو إنجاح هذه التجربة. أصبح منتدى شباب العالم منصة لإرسال الرسائل الدولية نحو العالم كله. تخيل حضرتك لما بعد 10 سنين أو 15 سنة نشوف وزراء كانوا مشاركين في منتدى شباب العالم في مدينة السلام في شرم الشيخ، صحيح، بعد 10 سنين يكون وزير، تخيل فكره عن الدولة المصرية هيكون إزاي، تأثيره داخل دولته هيكون إزاي. الحقيقة أنه منتدى شباب العالم أثرى الحياة السياسية داخل مصر، أثرى حالة الحوار الجديدة التي يتمتع بها شباب العالم وشباب مصر ما بعد كورونا. والحقيقة أنه أنا أتمنى على المستوى الشخصي استمرار هذه المنصة لتكون يعني بوق جديد من أبواق الدولة المصرية نحو التطلع للآخر والتعرف على ثقافات العالم الآخر. وإن شاء الله بإذن الله ربنا يحفظ مصر ويحافظ عليها ويجعلها دايما في تقدم وازدهار. بنشكرك فندم، شرفتنا ونورتنا. دكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ألف شكر.